بسم الله الرحمن الرحيم. الجمهورية العربية السورية، الجيش السوري الحر، قيادة الأركان. أنا العقيد المنتصر صلاح الدين المكلف بقيادة الفرقة الرابعة حرس دمشق، عملا بقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ونحو توحيد الكلمة والصف، ووقوفا من التشكيلات العسكرية عند مسؤولياتها العسكرية والأمنية والمدنية، وحتى ترتقي بأعمالها البطولية لمستوى كاف لإسقاط نظام الطاغية وتحرير دمشق، قررت التشكيلات العسكرية المقاتلة في مدينة دمشق وضواحيها الجنوبية تشكيل الفرقة الرابعة حرس دمشق، وهيكلة وتنظيم صفوفها، وتأهيل وتدريب كوادرها ضمن هذه الفرقة، حتى تبدو جسدا عسكريا واحدا قادرا على تحرير عاصمة الأمويين، وحفظ الأمن والسلم العام، وحفظ أرضنا الثقافي والحضاري، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والبنى التحتية والمرافق العامة، ونصرة أخوتنا المغلوب على أمرهم، ورد المظالم إلى أهلها. وسيتم هيكلة الألوية والكتائب المشاركة بالفرقة ضمن التشكيلات التالية: كتيبة المهام الخاصة والفدائيون، كتيبة القناصين، كتيبة المشاة، كتيبة المدفعية، كتيبة الدفاع الجوي، كتيبة الهندسة العسكرية، كتيبة الإمداد والتموين، كتيبة الخدمات الطبية، كتيبة الإشارة، كتيبة حماية المنشآت العامة والخاصة والمرافق الحيوية، كتيبة الصناعات العسكرية وتطوير الأسلحة، سرية الكيمياء، سرية الدفاع المدني. وسيتم ببيان تفصيلي نشر الهيكلية العامة كاملة، وتسمية الكتائب والألوية المشاركة في هذه اللحظات الحرجة من حصار خانق وخذلان عام أصبح لم الشمل، وتوحيد الكلمة على الصعيد العسكري والمدني أمرا ملحا وحاجة ماسة، ولا بد من خلق نواة لمؤسسات دولة مؤقتة في مناطقنا، فلقد عم الظلم وقست القلوب، وبالكاد نستطيع التفريق بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب، وابتعدنا عن أهداف ثورتنا وضاقت بنا الرؤى، ولم نعد ننظر باتجاه هدفنا الرئيسي لإسقاط النظام وإقامة دولة القانون والمؤسسات. لقد ضرب النظام عرض الحائط كافة الشرائع السماوية والقوانين التي سنتها البشرية، فذبح الأطفال والنساء، وهدم المساجد والكنائس، واستباح حرمة الأديان، واغتصب وقتل زهور شبابنا، واستخدم المرتزق من شركائه، وهجر أكثر من ثلثي أهلنا من منازلهم، وأشعل فتنة طائفية بغيضة، وذكاها بأعماله القذرة في أرض دمشق التي لم تعرف إلا المحبة والتسامح. أتوجه إلى التشكيلات العسكرية في المنطقة التي لم تلتحق بالركب: يا إخوتي ويا رفاق السلاح، ألمكم ألمنا ومعاناتكم معاناتنا، نحن نعاني حصارا واحدا وخذلانا واحدا، فكفى بنا أن نصغي للغير، فليصغي كل واحد منكم إلى صوت ضميره وصوت الحق. في هذه اللحظات وفي الأيام القادمة لن تجدوا سوانا معكم في نفس الخندق، تمزق أجسادنا قذائف الطاغية، ونعاني من جوع وألم واحد، نسعفكم وتسعفوننا، نؤازركم وتؤازرونا، اصبروا وصابروا واتقوا الله، وما النصر إلا صبر ساعة. الرحمة للشهداء، وللجرحى الشفاء، وللأسرى الفرج والبراء، ولأهلنا الصبر على هذا البلاء. العقيد المنتصر صلاح الدين المكلف قائد الفرقة الرابعة، دمشق، مخيم اليرموك، 6/7/2013.